رجالة رجالة، يلا بينا رجالة، يلا بينا هنكمل توزيع زي ما احنا زي ما احنا زي ما احنا. اعمل بس الشير بتاعتي وهنرجع لكم تاني. يلا بينا يا جدعان نظبط بقى الشيرات، يلا نظبط الشيرات. طبعا كمان شوية ملايين من الأكونت التاني للأكونت ده. ثانية واحدة بس، 7 ملايين وهنبتدي لعبة على طول زي ما المرة اللي فاتت. آخر اللايف هنشوف مين اللي عاملين شيرات وهنروح على الكل. فأنت ما تستخسرش شيرك يا صاحبي، شيرك أهم من حياتك. معانا مغنيين أوبرا في المنطقة. تمام يلا بينا يلا بينا. استغفار مظبوط. نقط حلو على الثلاث الفرد حلو. قعدنا بالاكونتين وربنا يستر. تمام يا رجاله، انت موجود من بدري موجود من متاخر، كده كده كله هيكسب. ما بنعتمدش اسامي اللايف ده يا جدعان، تحت شعار كله هيطلع كسبان من الاخر. اللايف اللي فات ما اظنش ان في حد طلع مش كسبان الا بعد قليل ولا حاجه. فلت بالاكونتين معيش ورق. كل سنه وانت طيبين، انت بألف صحه وسلامه سيد ابو السيد. انا موجود من بدري، اهم حاجه بس يا جدعان الناس اللي موجوده لايك وشير لايك وشير بعد اذنكم لايك وشير. مش مره تكسب مني ازاي؟ طب سامح عيب عليك، انت حتى زبونه يا جدع. ما تقولش الكلام ده، بيسوق سمعتنا صح. معروف انا بكسب زباين معروف. ما اظنش ان معايا ورق كويس والله، بس ايه هعمل الاكونت التاني. بس الاكونت التاني خسر، بس انا ملعبش بالاكونتين، كان زماني خسران دلوقتي 30 مليون بدل 15. 30 ايه بقى؟ 40 بدل 20. انا ساحب كل اكونت 20 مليون. هفلت بالاكونت ده وهلعب بالاكونت التاني برضو. عوض بس اللي انت خسرته، عوض عوض يا ابن الكلب. عمال يخسر، خسر درون ورا بعض 20 في 15، 20 في 15 حاجة فقر. ولا تاني خدها فلاش، كده كده مكنش معايا فلاش بالاكونت ده. احنا كويس برضه ان احنا ملعبناش بالاكونتين، بس هنفضل لحد امتى نقول كويس ملعبناش بالاكونتين؟ كويس ملعبناش بالاكونتين، احنا كده عاملين اتنين نخسر اهو. هلعب بالاكونتين بقى. خسرنا بالاكونتين، مش عارف ايه بصراحة. اللايف تقريبا دي مفقرة، اللايف تقريبا مفقرة. يا عم وربنا لنا اللعب. ولو هو فلت خلاص، ما فضلش غيري انا والاكونت التاني بتاعي، فانا هفلت بالاكونت التاني خلاص. لا ماليش مزاج، بس بلعب على الترابيزه الجديده. الترابيزه الجديده محتاجه تركيز فشخ وانا مش مركز دلوقتي. ورا زي الزفت. مش عارف والله، يعني عارف ان انتوا هتكسبوا مع كل توزيعه، مع كل مكسب قصدي عن وزع، فقال لك خلاص والله ما انا كسبان. وانتوا مش هتكسبوا يبقى مش هكسب خلاص.
انا ولا اعرف يا سامح، حاسس انت كنت في الجيش يا سامح، انت هتصيع عليا يا سامح. انت كنت في الجيش يا عم ولسه مخلص من مفيش كام اسبوع، ولا لسه نازل اجازه مش مخلص كمان. تحضر الوفاة ازاي بقى وانت في الجيش يا صاحبي؟ انا مش عارف يا منحاسه معايا ليه والله، خسرت بالاكونتين برضه. الشغلانه الاحلى دي مش نافعه. ايه الشغلانه دي مش نافعه؟ بحاول ايه؟ بحاول اقعد الاكونت التاني معايا انا. والله انا ابتديت احفظ اسامي الناس اللي قاعدة على الترابيزات المميزة دي والله. ولا كرسي فارغ ولا كرسي. حبيبي احمد رمضان حبيبي، هنفعل ده دور التعبان. مش حاجه اسمها مش بتخسر يا عم، بتخسر والله والله بتخسر، وبياخدوا على عينيهم وحالتهم بتبقى بالبلة. واحنا معانا اعلى ورقه نزلت على الارض لحد دلوقتي، فما فيش حد هيلعب وهيطمع في ان ورق ينزل له غير لو حد معاه ترتيب بالبنت والتسعه، صح انا كده؟ ما فيش حد هيطمع في فلاش، ما فيش حد هيطمع في، ممكن لو حد معاه ورقتين مثلا ونزل له من ورقه ايه في الارض، بس لحد دلوقتي انا معايا برضو الترتيب، انا معايا 10 يا ابن الوصفه. انا كان معايا فول هاوس، انا خسرت بالفول هاوس يا جدعان. انا معايا 3 بنات و3 وهو معاه 3 بنات و5. لك انت تخيل الفقر. انا قلت مفيش حد معاه حاجه اصلا عشان يلعب بيها ويكسب بيها، فاهمني؟ قلت خلاص احنا في الامان، خصوصا ان الترابيزه كلها فلدت ومفضلش غير واحد بس، والدنيا كلها في البيس تمام. ايه بقى لازمه العكنانه اللي حصلت دي؟ معرفش، مش مشكله عادي، متعوض متعوض متعوض. اللي كسبته امبارح كله حفرتكم النهارده، كل اللي كتبته امبارح حفرته. هنشيل في البنك وهناخدهم على دورين بقى، هنسحب 115 في 115. هتيجي دلوقتي، هتيجي، هتروح مننا فين يعني؟ مش هتروح مننا في حتة صح؟ مش هتروح. عندنا يعني ترابيزات نرفرش كده. يلا بينا. هتيجي دلوقتي، هنعوض دلوقتي. شايفك يا أحمد يا إم يا غالي. شايفك يا غالي يا جدعان. الناس اللي قاعده مش عامله لايك تعمل لايك بالله عليكم، مش هيبقى خساره ومفيش تفاعل كمان، عشان لما نكسب نوزع بضمير. يلا علي البحيري بيقول لي وحيد انا فجرت الشركات. علي البحيري انت اسمك ما ظهرش بربع جنيه عندي في الشركات، كده كده انا بوريكم الشركات كلها في الاخر، اسمك مش موجود معايا بشير واحده بس علي البحيري.
عملت شير لزميلي هتتحسب، وكله بيتحسب، بس حسب بقى انت عامل الشير فين. يعني لو عملت شير في جروب وما تقبلش ما بيتحسبش حاجه زي كده بقى. معانا هنا ورق مش بطال يعني، بس معانا الناحيه التانيه ورق زباله. والاكونت التاني معاه بنت على فكره، يعني كده في بنت تانية، فرصة إن ينزل لنا بنات في الأرض قلت كده، في بنت تانية بره. أجرب ألعب بس، أحاول أشوف الورق، أحاول أشوف الورق، ما نفعتش. ربنا يستر. والله كنت قلبي حاسس. معاه أسيل هتكسبي لها انتي 500 مليون وتطلعي جدع معانا في مرة واحدة كده بس. مليون بعد كل اللي حصل ده تكسبيني مليون يا بنت اللحمة. هو ده آخر دور، آخر دور ده، ده كده اخر دور، ده اخرها كده، اخر دور على المميز. يا سويت يا فات. حلو، صابت اهي، صابت، بس والله حتى ما عوضنا اللي احنا خسرناه، بس صابت. آه مش هنتنطط على المكسب، المهم ان هو مكسب. خلاص يا سامح، حاضر، عنايا الاتنين ليك يا قلبي، عنايا الاتنين ليك. احنا بتقول يا قلبي لما تكسبك، يا سلام. انا بحاول ارجعها وابو وجنزي، احنا فاضل لنا دور مثلا حلو كمان ونرجعها ان شاء الله. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارجع الفلوس. خسرنا احلى 100 مليون بالاكونت التاني، معايا بنت وولدين وتسعه. ما العبش، لعبت عادي بالاكونت التاني وما نزليش غير بنتين وسبعتين في الارض وخسرت. لا فولد، فولد معانا 8 والاكونت التاني معاه 8. الاكونت التاني معاه 8، يعني كده كده مش هينزل لنا ورا بتاعتنا. هنعوض يا محمد عماد، انا متفائل بيك يا صاحبي، هنعوض دلوقتي ان شاء الله، هنعوض دلوقتي وهتخرج. بس الناس يا جدعان اللي لسه جايه منورين اللايف يا جدعان، بعد اذنكم اعملوا لايك، بعد اذنكم اللايك بيشجعني والله. هو الاكونت التاني عندي التلات كروت منورين، ده بسبب ان انا كان معايا اتنين ونزل لي، ايه ده، ده نزلت التمانية، قلة الأدب دي. يعني معايا هنا 8 ومعايا بالاكونت التاني 8، ايه احتمالات ان ينزل لي من وسط كل الورق ده 8 تانية في الارض؟ ما هي برضه نحس يا جدعان، حاجة مش متوقعة بصراحة. كسبب فلاش معفنة ولا ليها أي لازمة. كان زماننا احنا دلوقتي اللي واخدين 600 مليون دول. ايه اللعبة اللي ملهاش كتالوج دي؟ والله أنا ما بقيت فاهم حاجة خالص. هنعوض ان شاء الله، انا متفائل يا جدعان، ما تخافوش، هنعوض دلوقتي. لا بتطمعك تفتكر؟
بس انا طمعان لوحدي والله، انت مش محتاجه تعملي حاجه ولا عشان تطمعي، انا طمعان لوحدي. حتى لو معايا ورق وشاكك فيه بفلد بكول عشان اشوف الورق. الناس اللي بتلعب اولين وبتخسر دي نظامها مش فاهم. يعني انت معاك واحد اتنين واربعة، بتلعب اولين على انهي خيبة صح؟ نبقى في الورق التعبان ده ما يتسحب مننا فلوس ومفيش ورق بينزل. خلينا نستنى احسن، نبدأ نخسر في الفلوس القليلة دي بالفولد كده احسن من نرمي ونخسر 100 مليون كلهم. خلينا نستنى الورق الصح عشان نلعب ونكسب. خسرت كتير ولا ايه؟ خسران كتير يا معلم. كسبت دور كده ب 400، رحت خسران 100 كمان. لا مش 400، كسبت دور ب 300 رحت خسران 100، فكسبان 200 وانا اصلا خسران حوالي 600، فطلع خسران لحد حوالي 400 مليون. مش مشكلة، هو دور واحد هنعوضه، انت فاهم الدنيا يعني، انت فاهم الدنيا. 400 مليون مش حوار، 400 مليون يجوا في دور واحد بس، يجي بس الدور صح، يجي الدور وهنعوض كله ان شاء الله. لا لا دي قلة أدب. الأكونت ده معاه شايب 4.8 والأكونت التاني معاه شايب 4.8، بيعملوا معايا كده ليه طيب؟ يعني اشمعنى أنا؟ ليه نزل لي 3 ورقات بالأكونتين؟ مش فاهم، هنا شايب 4.8 وهناك شايب 4.8. أنت قاعد مع مريم ونورة؟ مين دول؟ وهدير إيه؟ هدير فوق. وانا هقعد شغل بالاكونت التاني، ده معناه ان احنا قاعدين باكونت واحد بس دلوقتي. انت مفكر العب؟ مفكر العب بصراحة. على الله يمكن يعقلوا مثلا ويورونا الورق، يمكن لعبوا بقى، هنلعب خلاص. حبيبي يا فارس اشرف، نور الدنيا كلها. لو لسه جاي يا معلم لايك كده وظبط حالك. رمى الفلوس، التاني رمى، التالت رمى، وانا الرابع. اوبا 400 مليون، مش 400 ولا 300. ثانية احسبها كده، انا خسران ولا كسبان؟ ثانية واحدة بعد اذنكم. معايا هناك 950، انا خسران في رينج 100 مليون. لا بس المكسب كان حلو، هنوزع حبه، هنسحب 50 مليون نوزعها ونقعد تاني نحاول نعوض اللي احنا خسرناه. ان احنا لحد دلوقتي والله خسرانين، احنا لحد دلوقتي والله خسرانين. محمد عبده، اسامي الحوله اللي تفتح الاكونت ده يا جدعان. هنوزع 5 مليون على 10 تليفون. والله لكم هحاول اوزع 3 مليون على، هسحب كمان 10 مليون ثانية واحدة، اوزع 3 مليون على 20 نفر. سامي الأولى لا تفتح بقى، أنا قلت أول واحد إيه؟ محمد عبده، محمد زين، يوسف غيث، أحمد ياسر، فهمي محمد. احمد السنوتي. ثانية واحدة نعد عشان ما انتوش. 1 2 3 4 5 6، لسه فاضل 14. خالد رضا، حازم مصطفى، احمد ابو جندي، محمد فايز عواد. احنا كده كام نفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، لسه كمان 10. كابتن هشام، محمد محمود، لسه فاضل 8. احمد رمضان،
حماد ابراهيم. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يبقى احنا مختارين 14، فاضل لنا 6 الفور. حموسة سيد، فين بيت الناس يا جدعان؟ كريم مصطفى، فاضل لنا كده 4 الفور. عبده سيد او عبده سعد حاجة زي كده، فاضل لنا 3 الفور. محدش يقول لي انا معاك من اول، بس اللي منزل الاي دي بس انا باخد اسمه. ابو يونس الشاعر، فاضل لنا واحد. اللي عمال يقول لي يابا ومش يابا، يا عم انا هاخد اسمك عم بي ايه؟ انا عايز الاي دي يا صاحبي، فين الاي دي بتاعك وانت مش بتنزله؟ انت عمال تقول لي انا موجود معاك يابا ومش يابا، فين الاي دي بتاعك يا صاحبي؟ التخلف ده. باسم محمد، بس كده قفلناها. كل الاسامي اللي انا قلت عليها تفتح، اللي مش فتح ضاعت عليه الجايزه خلاص. احنا هنوزع لحد ما ايدينا تورم. انت معايا اهو تقريبا، مش متأكد انت مش معايا. لو انا قلت اسمك فانت معايا، انا قايل 20 اسم، لو انا قلت اسمك يبقى انت معايا. في واحد قافل، يلا اللي بعده. احلى 3 مليون وفرناهم، يلا ان شاء الله بقى كلهم يطلعوا قافلين. للاسف ما طلعش قافل، للاسف ما طلعش قافل برضه. خلاص كلكم دلوقتي بقوا فاتحين. كلها بقت فاتحة. عايز سيارة؟ اعطيله سيارة. متنسوش يا جدعان ان في توزيع شيرات في اخر اللايف، في توزيع شيرات في اخر اللايف. يا بقى يا محمد عماد، خد ال 100 مليون يا صاحبي، انت تسألني في 100 مليون، انت تسألني في 100 مليون اي وقت يا معلم دلوقتي، حتى لو مش كسبان يا صاحبي. يا بقى خدهم بس، وزعنا كده. هنوزع تاني وتالت ورابع زيادة. محمد عماد تعالى بسرعة قبل ما اكسب، بس من اللي معايا. خلاص يا جدعان احنا خلصنا التوزيع دي، محدش نزل ايديات تاني غير لما نقول لكم يلا هنوزع، محدش نزل ايديات تاني غير لما نقول لكم يلا هنوزع. افتح يا معلم، افتح عبوات الاي دي، يلا حر بقى. انت اللي عايز نروح نخسر بقى، انت اللي عايز نروح نحاول نمسك نفسنا وما نخسرش ونحاول ندي لك فلوسك، انت اللي مش عايز تفتح. هنقعد على انهي ترابيزه، هنقعد على انهي ترابيزه، مفيش اصلا ترابيزات كتير، الاختيارات قليله في اللعبه. على الله دلوقتي مش مطلنا دور حلو. طب ثانية واحدة هقوم ابعت لك محمد عماد، خليك فاتح الاكونت بتاعك، انا خدت الاي دي بتاعه. خليك فاتح اكونتك يا صاحبي. يا سلام، الناس هتشوف الورق وتبقى عاقلة وكده.
يا عبد الدلع، يا عبد الصمد، شفنا الورق قبل ما نموت. وعن شيك كمان. لا الدلع ده انا مش واخد عليه والله. حلو الكلام ده، نبدأ بقى نشد الخرفان بقى. يلا هوبا احا ابن الكلب، كان معاه 10 وشايب، كسب بإيه طيب؟ كسب بإيه يا صاحبي؟ كسب بترتيبه صح، بس الولد التاني فلت، مش عارف ايه اللي خلاه يفلت بس هو فلت. مش مشكلة، نقعد نتفرج على الأكونت التاني، الأكونت التاني هو لعبت بيه أنا هو 100 مليون، الأكونت ده لعبت بيه 100 مليون، هنقعد نتفرج عليه يمكن نكسب دور حلو دلوقتي بيه. يمكن لعل وعسى ناخد لنا دور مثلا ب 700 ولا 600 ولا 500 400 برضه، مش هنقول لا والله. خسرنا، قعدت مكانه بالاكونت التاني، كان معايا 9 10 وشايب، اتنين كسبوا، اتنين كسبوا، واحد مع ترتيب وواحد تاني مع ايه ده، تاني مع توبير اصلا. تمام يا دنيا، شوف انت عايزه مني ايه وانا معاك. تمام يا دنيا، تمام، خليك فاكرة بس، خليك فاكر كده، 100 مليون في 100 مليون، خسرنا 200 واحنا اصلا كنا خسرانين 200 ولا 300. تمام قوي يا دنيا، ايه اللي طلعنا على 100 مليون؟ بعد كده لما نطلع نزلونا يا جدعان. ايه اللي خلانا نتنين نطلع؟ انت بني ادم بطيء يا صاحبي، هتخليني العب بالاكونتين واخسر بالاكونتين؟ على الاقل كسبنا باكونت، احنا زي الفل، بس انا كسبان 100 مليون من الاكونت التاني، كسبان 100 من الولد ده و100 من الاكونت، يعني انا طالع كسبان في الليله دي 100 مليون واحده بس. ورايي هنا وحش، بس ورايي التاني يعني معقول. هقوم اشيل الفلوس بس عشان ما اضطرش ان انا ارمي 300 مليون كلهم. لا مش هنا، مش هنا، مش هنا، هنا. هو ايه اللي حصل الدور اللي فات؟ هنقعد هنا ونجيب الاكونت التاني برضه نقعد معاه، الاكونت التاني قاعد على الترابيزة مليانة. الله الترابيزة اتملت، طب وبعدين طيب؟ هنقوم بالاكونتين ونشوف لنا ترابيزة نقعد عليها احنا الاتنين بقى. المشكلة إن مفيش، في بقى ميركوري ممكن نقعد عليها بأكونت، ونشوف لما كورس يبدأ نقعد عليها بالأكونت التاني، مش حوار. قعدنا بالاكونت التاني اهو، هتعوض والله واحمد الله، والله نفسي اعوض، نفسي اعوض والله. بص معاه ولدين ونزل له ولدين في الارض، يا رب نص حظ يا رب، بس هو ما كسبش حاجه، كسب 200 مليون بس، هي فقرت معاه. ده لو بقى كان لعب التصربات كلها، يا لهوي كان قفش له احلى مليار في ايده وهو.
افتكروا هو ده الدور اللي احنا مستنينه، هو ده الدور اللي احنا مستنينه منتظرينه. لو خسرت الدور ده هتضايق والله. لعبت بالاكونتين، ربنا يستر. الترابيزة كلها لعبة، يعني لو كسبت هنكسب مكسب حلو ان شاء الله. خسرت بالاكونتين، احلى مسا عليا والله، احلى مسا عليا. معايا هنا سبعتين ومعايا هنا شايبين، ولا نزلت سبعة ولا نزل شايب، ولا اخدت 800 مليون في شوال وقام. انا مستني بلعب على فلاشة، معايا بالاكونت التاني بلعب على فلاش، مفيش غير انا ونفسي بقى يا فندم. عيد اعمل عجلة لو كسبت علشان الاطفال اللي معاك في اللايف. مش بقول لك ايه يا عم، صلي على النبي بقى، تيجي تطلع لايف مكان يا عم، خسرانين ومتنيلين تقول لي اعمل عجلة اصلا؟ تهبل ولا احول ولا اعمل ولا انت نظامك؟ الكلام يبقى بالعقل صح. لو بيقول لك الاطفال اللي معاك في اللايف، وما انت تبقى كده يا صاحبي، ما انت متخلف وطفل اكتر منهم. والتاني اللي اسمه سامح بيقول لي وحيد انت قلت هتكسبني وما كسبتنيش. هو انت يا ابني شايفني كسبان وانا وزعت وما كسبتكش مثلا؟ انا مش كسبان يا ابني، بتتكلموا بالعقل يا جدعان. العجلة دي عمرها ما نصفتني والله. لا نلعب ايه، انا هخلص اللايف واطلع الشغل صح. لا هخلص اللايف دي كده سريع سريع واطلع الشغل على طول، ورايح حاجات بالعبيط اخلصها النهارده. ايه ده الاكونت التاني اصلا ورا ومش باين عندي، مش هلعب وانا مش شايف ورا. معايا فلاش، معايا فلاش، هو معاه فلاش الايس وانا معايا فلاش الولد. بس والله يا ابني معايا فلاش شوية. مفيش حد قاعد على 500؟ ازاي يا صاحبي مفيش حد قاعد على 500؟ هتلاقيني بقى ايه بعيد عن الكومنتات شوية يا جدعان، هركز في اللعب. دعوة حلوة كده يا جدعان عشان نعوض كل اللي احنا خسرناه ده ان شاء الله، ونعرف نقوم كسبانين ونروق على الكل ان شاء الله. لا شكرا. حلو الترابيزة دي رايقة، أي نعم نصها هو نفر واحد بس رايقة يعني، بيلعبوا حلو. يوم ما يبقى معايا ورق ويوم ما هكسب كويس ده لو كسبت يعني.
معايا ترتيب، كان معايا ترتيب. انا مش بشم على ظهري ايدي عشان اعرف انك معايا ترتيب، يعني مش هلعب ب 100 مليون عشان استنى اخر ورقة تكسبني بالترتيب، صح؟ والله اعلم طبعا كان حد فيهم هيزود ولا لا، يا ارزاق كده. ماشي، الاكونت التاني اللي طلعت بيه على 500 وخسرت 500 مليون، واحنا كده الفلوس اللي معانا في الاكونت دي هي اخر فلوس معايا. ال 500 مليون اللي في ايدي دول اخر 500 مليون معايا. فربنا يستر. يلا الموبايل كان هيتكيف على وشه. طيب موبايل فصل شحن. والله توكل لحد الاخر. خسرنا كل فلوسك يا وهدان، خسرت مليار و700 مليون النهارده في اللايفين دول. فدايق فدايق يعني. طيب بس احنا كمان معندناش فلوس نوزع ولا معانا فلوس نكمل لعب، ف عم ولا اي عياط يا عم. مش احنا قبل كده في لايف واحده كسبانين 8 مليار، مش تفرق معايا ال 2 مليار، بس كان نفسي بس اوزع عليكم مش اكتر. بس بص للجانب المشرف، هنقفل اللايف بدري، هنوفر وقت ان انا اخلص بيت شغلي. علينا اشوفكم ان شاء الله بعد بكره او بعد بعد بكره. خلاص احنا كده الشهر خلص، اشوفكم بعد بكره ان شاء الله لايف جديده على الصفحه هنا، هنروق الدنيا. السلام عليكم.